وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى يعني إيه؟ يعني إيه وابتلوا اليتامى؟ اختبروا اليتامى. خلاص الولد كبر أو البنت كبرت وعايزين نديهم فلوسهم اللي أنا كنت مستأمن عليها، بس عايز أتأكد إن الولد يحسن التصرف ولا لأ. قال لك نعمل له اختبار، نقول له روح اشتري مثلا سكر، اشتري قميص، اشتري حاجة، ونديله له فلوس، بس أنا إيه هو تحت المجهر نتابع تصرفاته. لقيته اشترى زي ما الناس بتشتري ولم يخدع ونحو ذلك، يبقى خلاص الولد قد رشد، يبقى نديله الأموال حتى إذا بلغوا النكاح أو الشرط. بلغوا النكاح المقصود هنا الإيه؟ البلوغ. كفاية إنه يكون بلغ؟ لا. فإن آنستم منهم رشدا، تشوفوا منهم رشد، ما دام الولد راشد يبقى نديله فلوس. هنا الرشد يا جماعة المقصود به التصرفات المالية، إنما لو هو مثلا عاصي فاسق ياخد فلوس ولا ما ياخدش، بس راشد، بس فاسق عاصي، نديله الفلوس ولا لا؟ ندهاله صح؟ حقه، لأن الشرط بس الرشد في التصرفات المالية. مش واحد يقول له لا أنت ما بتصليش مش هديك فلوسك، مش من حقك، ما دام فلوسه يبقى هي ياخدها حتى لو ما بيصليش، ده ماله. إنما لو مالك أنت بتدي مكافأة لأولادك تمنعهم، إنما ماله ما ينفعش اللي أنت تمنعها منه. ولا تأكلوها إسرافا، يعني ما تأكلوش مال اليتيم لأنه إسراف، أسرفت على نفسك. وبدارا أن يكبروا، تروح تقول يا خبر الولد قرب يبلغ سن الرشد، اروح ابيض البيت، ما هو قاعد في البيت، مش قاعد في البيت، اروح مش عارف اصلح الحنفيه، وتقعد تخلص ماله على حاجتك الشخصيه علشان لما يكبر تقول له يا ابني الفلوس خلصت. ربنا منع ذلك. وبدارا يعني مبادره ان يكبروا، قبل ما يكبروا تروح مخلص ايه الفلوس علشان ما يطلبكش بيه، عشان تنتفع انت بالاموال والعياذ بالله. لا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر. طب واحد ممكن يقول لك طيب انا لما اتولى امر اليتيم ده مش وجع دماغ ومسؤوليه، المفروض اخد اجر على الكلام ده، في تعب وفي مشقه عليا وبياخد مني مجهود ووقت، والكلام ده لو انا بذلته في شغل كان جاب لي فلوس. ربنا ادالك قاعده، قال لك ومن كان غنيا فليستعف. لو انت رجل غني معاك فلوس، لا ما تاخدش ايه اجره على ان تتولى مال اليتيم، تعملها لله لو انت غني. ايه المقصود بالغني؟ غني كل من امتلك مالا زائدا عن حاجته، يعني معلوش ديون وبيجيب اكله وشربه وكسوته وتمام التمام، ومعاه كمان 5 جنيه، يبقى انت غني بالخمسه جنيه دي، ومعاه عليهم 10 جنيه، يبقى انت غني بالعشره جنيه دي. ميسور، مش بيستدين ولا حاله ضيق. طيب لو مش غني، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. شوف لو انت هتجيب له واحد يتولى اموره هياخد كام حسب عرف الناس، وما ايه ما تقولش بقى محدش شايفني فتحط لك مبلغ ضخم، لا ده مش الطبيعي، حط المبلغ اللي هو يدوبك يقضي حاجتك او يساوي مجهودك، عشان انت فقير بس
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الله يسلمك. السلام. أنا سألت. تفضل. القاعدة دي في المساجد. في المساجد. هنقولها. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم عشان تبرئ ذمتك تماما. تيجي تجيب الناس أو يا جماعة هو الرجل بلغ يا عم الحاجة وإحنا هنشك فيك من غير لا شك ولا مش شك. أنا أبرئ ذمتي أمام الله أهو خد فلوسه كاملة اللي هو حقه بعد ما بلغ ورشد، وانا بشهد اهو بشهدكم على ذلك حتى ابرئ ذمتي امام الله. ده مش عيب، بالعكس. حتى شريكك يقولك انا مش عايز ورق، هات له الورق برضه. لازم تبقى مبرئ ذمتك وباعد عن اي موطن شبهه عشان ما حدش يهابس ويقولك وهو لو ما خدش حاجه كان جاب الورق. وما جابش الورق ليه؟ طب وليه ما تجيبش؟ هات الورق وهات كل شيء. حتى لو اللي قدامك قالك يا عم انا واثق فيك، لا، خليه يطمئن قلبه. حتى في أموال اليتامى بتشهد الناس علشان تبرئ ذمتك. وكفى بالله حسيبا، يعني يكفي ان الله شاهد عليكم ومحاسبكم على ما تفعلون. لكن هذا من باب ان انت تبتعد عن ايه؟ موطن الشبهة.